إشارات الحكام هي عبارة عن لغة تواصل. إحنا بشكل عام بنعرف إنه ملعب كرة السلة بكون في مرات في صوت عالي جماهير، الإشي اللي ممكن يكون مسموع هو الصافرة، فإنه أنت إذا بدك تنقل معلومة للطاولة على أساس إنه بده يسجل أو في الميقاتي أو كذا، فأنت بحاجة إلى إشارات محددة على أساس يصير في لغة تواصل بينك وبين الطاولة. إحنا بننقلها لحكام الطاولة بسموهم إداريي الطاولة، الإحصائيين اللي بيكونوا موجودين في جنب الطاولة على أساس بيعملوا معلومات إحصائية، والنقطة الثالثة اللي هم دائما بيكون مع كل فريق في إحصائي بسجل الأخطاء، بسجل الأخطاء الشخصية أو سواء سوء سلوك أو عدم أهلية أو أي معلومات أو نتيجة عنده بسجلها. فكلهم هدول الثلاث هم بياخذوا من إشارات الحكم. بنبلش بداية بأرقام اللاعبين. إحنا في القانون القديم كان أرقام اللاعبين بتبلش من 4 حتى 15، يعني بيكون في عندك 4 5 6 7 8 9 10. بعد العشرة في عندك مشكلة إنه أصابعك فقط 10، صارت هاي 10 11 12 13 14 15، هيك صار في عندنا من 4 ل 15. كانوا يحكوا إنه بصيرش نحط 1 و2 و3 أرقام لاعبين، بحكم إنه إحنا الجزاءات لما نيجي نعطيها على الطاولة بنعطي مرات رمية أو رميتين أو 3 رميات، فبشعروا الناس إنه في تداخل بين الأشياء. بس حالياً السلة تطورت وصار الكل بيعرف إنه متى بيكون هذا خطأ، بيكون فيه هو رقم لاعب وشو هو الجزاء، فسمحوا القانون الدولي إنه صارت الأرقام من 2 من 0 و0 لواحد لتسعة وتسعين. فالصفر إشارته بتكون هيك، الصفرين ممكن اللاعب يكون رقمه صفرين، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، ال 15 اتفقنا انها هيك. بنيجي على ما بعد ال 15، ال 16 بكون 10 10 ولكن الايد معكوسه 6، هذا رقم اللاعب. نحكي انه 23 دائما الرقم الكبير بكون معكوس، 23 هي 20 و3، رقم 76 76 الرقم الكبير اللي هو 7 معكوس 6، 99 9 9. فصارت كل الـ الأرقام متاحة إنه اللاعب ممكن إنه يحط أي رقم بده إياه من 0 0 1 ل 99، وصار عنده قدرة إنه الحكام يتدربوا عليها وعارفين إنه يسمح للفرق إنه يكون الأرقام هاي موجودة. الأخطاء هي عبارة عن احتكاكات بين اللاعبين سواء جسدية، ومرات تكون إيحاءات أو لفظية. من الأخطاء اللي ممكن الواحد يذكرها اللي هي الخطأ ضرب اليد بهاي الطريقة، هاي بتصفر على اللاعب اللي بيكون في وضع تصويب، تصفر على اللاعب اللي بيكون في وضع تصويب، ودائما هاي جزائها بكون رميتين. في من الأخطاء ضرب اليد بهاي الطريقة، وهي عادة يعني أكثريتها بتكون من الأخطاء اللي بتصير على اللاعب اللي بيكون في وضع تنطيط أو بيكون في على الأرض مش وضع تصويب. في كمان اللي هي مسك اليد، مرات بيكون فيها اللاعبين. في عندنا الدفع اللي بسموه البوش، احنا بندفع اللاعب بهاي الطريقة. في عندك الهاند تشيكينج اللي هو اللاعب بيكون بيعمل تنطيط وبيمسك اللاعب أو بيضغط عليه في الخصر زي هيك على اساس يمنع تقدمه، بتكون اشارتها بهاي الطريقه. هاي من الاشياء اللي استحدثوها، واستحدثوا خطا ثاني كمان اللي هو ضرب الراس. مرات في اللاعبين بيطلعوا يصوبوا على السله، ما بضرب اللاعب لا في جسمه ولا في ايده، وممكن ايد اللاعب تنزل على راس المصوب ويصير يحسب انه هذا خطا شخصي. من الاخطاء كمان اللي احنا بنسميها اللي هي الاعتراض او البلوك، بكون اللاعب في درايف طالع على السلة أو بده يتحرك من مكان وبعترضه اللاعب في جسمه، فهي بتكون دائما إشارتها بهاي الطريقة.
أخطاء المهاجم. مرات اللاعب اللي بكون بعمل في تنطيط في الطابة وبده يتحرك على السلة ممكن يدفع اللاعب المدافع، أو لاعب في وضع تصويب شاط الكرة، الكرة صارت في الهواء واللاعب زميله الفريق ألف مثلاً اللي شاط هو اللي دفع المدافعين. أو مرات بتكون الكرة معك أنت كلاعب فريق ألف ولاعب من زملائك بحاول أنه يدفع اللاعبين آخرين عشان أنه يعمل لك طريق. هاي بسموها ثلاث أخطاء، هي أخطاء مهاجم إشارتها بالترتيب: خطأ المهاجم اللي مع الكرة بهذا الشكل، الخطأ اللاعب المهاجم اللي بدون كرة بهذا الشكل، والخطأ اللي بتكون الكرة في الهواء بنأشر على اتجاه اللعب فقط. وإذا كان اللاعب الفريق عليه جزاءات يعني 4 فاول 5 فاول فما فوق بصير عليها هاي الحالة الوحيدة تنفيذ رميات حرة. يعني الخطأ اللي هو مع الكرة والخطأ بدون كرة هاي دائما جزائها اللي هو إدخال للفريق الآخر. اوكي، احنا قسمنا الملعب لثلاث مناطق اللي هي لازم تكون كل حكم فيه له مسؤوليته الخاصه فيها. احنا في عندنا الحكم اللي بسموه الحكم السنتر، هو دائما بكون مسيطر على اكبر مساحه بتكون موجوده. دائما بتكون اذا ملاحظ من هون من عند خط النص، منتصف خط النص، منصف لنص الملعب حتى نهايه الملعب، هاي المنطقه كلها هي من صلاحيات حكم السنتر وبكون مقابل إلها، بكون الحكم موجود هون، بكون يعني ليش بسموه سنتر؟ لأنه بكون بين الحكمين، الحكم اللي متأخر والحكم المتقدم تحت السلة. هاي المنطقة كاملة هي لحكم السنتر. الحكمين الثانيين بكونوا في المقابل، في حكم بكون متأخر وفي حكم بكون متقدم اللي هو تحت السلة. الحكم اللي تحت السلة منطقته أعتقد إنها ظاهرة لكم، اللي هي هاي المنطقة اللي ظاهرة هون. الحكم المتأخر بتكون المنطقة اللي موجودة هون. المنطقة هاي هي الحكم اللي بسموه الحكم المتقدم اللي بكون عادة تحت كرة تحت برج السلة على الخط النهائي. المنطقة اللي صلاحياته هيها ظاهرة عندنا لحد نهاية الخط النهائي. الحكم المتأخر، حكم المتأخر ما بقي من الملعب، ما بقي من الملعب اللي هو المنطقة هاي للحكم المتأخر المتقدم، المنطقة هناك للسنتر، هو باقي له هذا الجزء من الملعب. كل حكم في له منطقته، كل حكم بصفر في منطقته، ولكن الحكم اللي بتكونش عنده الكرة لازم إنه يتبع على اللاعبين اللي بكونوا أوف ذا بول اللي هم برا اللعب. بدنا نشرح اللي هو بسموه روتيشن في كرة السلة، اللي هو تحرك الحكام مع تحرك الكرة. الأصل إنه يكون الحكام ثابتين في مواقع زي ما أنا شرحت لكم، الحكم اللي متقدم، حكم متأخر، والحكم اللي بكون سنتر. الملعب هيك مقسوم زي ما أنا ورجينا إحنا في الأقماع، المنطقة هذيك هي المساحة الكبرى اللي مسؤولة عنها حكم السنتر. هون أنا مسؤوليتي هون غرفة منطقة العمليات اللي بسموها المنطقة المحرمة أكبر إشي، والحكم اللي بكون متأخر، الحكم إذا صار فيه هجمة مرتدة راح يصير هو الحكم المتقدم. أنا هسا حكم متأخر متقدم، هو متأخر، لما يصير هناك بصير هو المتقدم، أنا بصير الحكم المتأخر. الطابة مكان ما بتروح لازم يكون في حكمين مسيطرين على الموقف، لازم يكون في كم هائل من اللاعبين أو يكون في ضغط هناك موجود، لازم يكون في حكمين أساس يسيطروا على المواقف. في الدوران أنا لما أتحرك من هاي المنطقة للمنطقة الثانية لعمل روتيشن، إذا هاي المنطقة أصبحت فارغة، ما في حدا مسيطر عليها من الحكام، كان في حكمين، الطابة راحت للجهة المقابلة، أنا مجرد ما تحركت من هون صار في فراغ، صار من واجب الحكم المتأخر إنه يتقدم يصير سنتر أساس يسيطر ويغطي المنطقة الفاضية. لما أتحرك الحكم اللي بكون سنتر بده يستنى حتى أوصل أنا ويضل مسيطر على اللاعبين حتى أوصل وأخذ مكاني، برجع بصير حكم متأخر.
نعمل مثال عليها. إذن الحكم السنتر صار سنتر، كان الحكم متأخر وهون رجع لورا استناني حتى أنا أوصلت. أعمل مثال ثاني. هيك إحنا بنكون مسيطرين على الملعب، كل حكم بيغطي على زميله حتى يوصل زميله ويأخذ الوضع الملائم. نحن نشرح كيف آلية تحرك الحكام أثناء اتخاذ قرار. مثلاً نحكي إنه في خطأ شخصي، بصفر الحكم الخطأ وبده يطلع يتحرك يروح يعطي القرار لإداري الطاولة. مجرد ما طلع بده يصير في تحرك للحكام، هو حكم متأخر متقدم، الحكم المتأخر هو اللي بده يجي مكانه وهو بده يعطي القرار ويروح عكس الطاولة. دائما الحكم بيعطي القرار بروح عكس الطاولة. لو الحكم المتأخر هو اللي اتخذ القرار بده يعطي الخطأ من مكانه ويضل وين موجود مكانه. إذا الحكم استنطر اتخذ قرار بده يعطي للطاولة ويبدل هو الحكم المتأخر. نعطي مثال بسيط. احنا لاحظنا هون ان انا كحكم كنت تحت السلة، اعطيت انا القرار هناك على الطاولة ورجعت انا سرت عكس الطاولة، ولكن مين اخذ مكاني؟ هو الحكم اللي كان متأخر وصار متقدم. ارجع. الان الحكم المتأخر هو اللي راح يتخذ القرار، اذا هو راح يصفر ويرجع مكانه. اوكي. صفر. اوكي. اذا الحكم اللي كان متاخر اعطى القرار وبقي مكانه اللي هو عكس اللي عكس مقابل طاوله الحكام، ولكن الان الحكم اللي هو السنتر راح يتخذ القرار يصفر الفاول، دائما بده يروح عكس الطاوله، ولكن مين باخذ مكانه؟ الحكم المتاخر. صفر الفاول، اعطى القرار، ببدل وهو الحكم. اصبح الحكم اللي كان سنتر صار هو حكم متاخر، واللي كان هون حكم متاخر اصبح حكم سنتر.